السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. آخر حاجة كانوا وقفنا هنا وقلنا دي الحاجات اللي ممكن أعملها، إنه أنا أوقف الماو أو أوقف الريابتيك أو أوقف الريسبترز دي أو أعمل لها انهيبيشن أو بلوكج. فهنا عندنا أدوية تشتغل، هنا عندنا أدوية بتشتغل برضو. اللي بتشتغل هنا دائما بسميها ريابتيك انهيبيترز، بسميها ريابتيك انهيبيترز. بعد ذاك حسب هي بتعمل انهيبيشن اللي هي ريابتيك، هل الريابتيك بتاع النور ادرينالين ولا الريابتيك بتاع الفايف اتش تي ولا الاثنين مع بعض، كل واحد من ديل هو كلاس منفصل من الادويه. يعني في كلاس بسميه نور ادرينالين ريابتيك انهيبيتر مثلا، وفي كلاس بسميه فايف اتش تي ريابتيك انهيبيتر، وفي كلاس بسميه نور ادرينالين فايف اتش تي ريابتيك انهيبيتر. اوكي طيب، الحاجة الثانية هنا عندنا أدوية اسمها ماو انهيبيترز، دي بتوقف معناها تشنو؟ بتوقف الماو. أوكي فدي الكلاسز، مثلا الكلاس الأول ده اسمه سيروتونين نوربينفين ريابتيك انهيبيترز SNRIs، فمعناها ديل بيوقفوا الاثنين مع بعض كويس. ومثال لهم منه دولوكزيتين، مثلا دولوكزيتين واحد من الأدوية اللي هم يعتبر سيروتونين نوربينفين ريابتيك انهيبيترز. لو جيتوا شفتوا الميكانيزم اوف اكشن هتلقاهم بيعملوا بلوكج للترانسبورتر، الناقل اللي كان بيرجع منه، اللي كان بيرجع لنا الناقل ده، اوكي اللي كان بيرجع لنا النيور ترانسبورتر اللي جوه، يعني بتوقف الريابتيك، بتوقف الريابتيك. طيب دي الافكتس بتاعتها، بيحصل زياده في السيروتونين وطبعا الادرينالين اوكي، وبيزيد السينابتيك اكتيفيتي بتاعتهم. بيستخدموها دائما في الميجر ديبريشن. وهنا في حاجه مهمه، هل الادويه بنستخدمها في الديبريشن بنستخدمها فقط للديبريشن؟ لا، دي مثال امثله لامراض ثانيه اللي احنا ممكن نستخدم فيها الحاجات دي. مثلا في عندك الكرونيك بين ديسوردر ممكن نستخدمها عديد فور بين تريتمنت، انواع معينه لكن شنو من البين. في ممكن نستخدمها في فور تريتمنت اوف فايبروميليجيا، فايبروميليجيا طبعا هي واحده من الامراض اللي يكون فيها الم في المسلز كلها ودائما بتيجي ليه الفيميلز، برضه ممكن استخدامها في البريمينوبوزال سيمتومز اند سو. فعندنا حاجات ثانيه كثيره غير الدبريشن ممكن نستخدم فيها الانتي ديبريسانس كويس. طبعا عندها توكسيسيتي وعندها يعني بتعمل سايد افكتس معينه، بتعمل لنا انتي كولينرجيك اكشن، ممكن تعمل سيديشن، ممكن تعمل هايبرتنشن اند سو. طيب طبعا هنا انا اتوقع سايد افكتس ليه؟ لانه انت وقفت السيروتونين والنوربينفرين الاثنين مع بعض. طيب لو جاتنا ادويه ثانيه اسمها سيلكتيف سيروتونين ريابتيك انهيبيتر، يعني فقط بتقفل السيروتونين وما بتهبش لي النوربينفرين، النوربينفرين معناها هنا السايد افكتس غالبا هتكون اقل. عشان كده لو جيت للكاينتكس والتوكسيسيتي بتاعتها هتلاقي هنا معلومه مهمه، انها ويل تولريتد يعني بالنسبه للسايد افكتس بتستحملها، ما في سيديشن ما في كده. بس مشكلتها بتعمل شنو؟ بتعمل سيكشوال ديسفانكشن، بتعمل sexual dysfunction. طيب لكن الابلكيشن بتاعتها بتشبه هذيك، يعني major depression ممكن استخدمها في استخدامات اضافيه. السلكتيف دي احسن في الاستخدامات بالمناسبه، يعني ممكن استخدمها في الانكزايتي disorder، في البانيك disorder اللي بيكون فيها يعني احداث مرعبه حصلت للزول واثرت على نفسيته شديد، دي بنسميها البانيك disorder، والاوبسيسيف كومبالسيف disorder اللي هي الوسواس القهري، واحد من الامراض برضو اللي هي عندها علاقه بالمنتال ستيتس بتاعت الزول، في البوست تروماتيك ستريس ديس اوردر اند سو. فدي كلها حاجات بنستخدم فيها سيلكتيف سيروتونين ريابتيك انهيبيتر. طبعا هي عندها هاي سيلكتيفيتي انها تقفل السيروتونين ترانسبورتر. اوكي طيب في كلاس ثاني اسمه 5 اتش تي ريسبتر ميديول، ده حتشتغل لنا على الريسبتر. لكن هي تو ريسبتر، لو رجعنا لكبير الاوتو ريسبتر سينو الاوتو ريسبتور سي اس، الاوتو ريسبتور دي الان حنكفلها بمجموعه من الادويه الموديول دي اسمها 5 اتش تي ريسبتور موديوليترز، وهي عباره عن شنو؟ انهيبيترز، عشان كده بتعمل انهيبيشن او بتعمل انتاجونيست عموما كويس. فمنها الترازادون، فورتيوكزيتين، يعني في كميه من الادويه تشتغل في الشغل ده. طيب اليوز بتاعتها شنو؟ برضه هتكون شنو؟ ميجر ديبريشن، ميجر ديبريشن طبعا هستخدمها في الديبريشن فقط. وسايد افكتس بتاعتها بتشبه برضه سيلكتيف سيروتونين ريابتيك انهيبيتر، بتعمل سيكشوال ديسفانكشن. اوكي
طيب في يلا مجموعة من الأدوية اسمها تراي سايكليك أنتي ديبريسنت، وفي تترا سايكليك أنتي ديبريسنت، وفي يوني سايكليك أنتي ديبريسنت. طبعا سايكليك دي حلقي، حلقي دي إشارة لشنو؟ إشارة لكمية عدد الحلقات الموجودة في المركبات دي، وده طبعا تسمية كيميائية أو تصنيف كيميائي، يعني إحنا بيهمنا كتير. اللي بيهمنا إنه ديل بيكفلوا الرئة بتاعك برضه، أوكي، برضه بيعملوا بلوك للرئة بتاعك، وكمان بيزيدوا تركيز النور بنفرين والدوبامين، أوكي، بيزيدوا الدوبامين. طيب برضه بيستخدموهم في الميجر ديبريشن، بيستخدموهم في السموكينج سيزيشن لو زول داري يبطل التدخين، يعني بيستخدموهم في السيديشن زي الميرتازيبين. لو جيت لسايد افكتس هتلقى في سيديشن وفي ويت جين، يعني زول ممكن وزنه يزيد بالذات في الميرتازيبين. طيب في المونو امين اوكسيديز انهيبيترز، الماو انهيبيترز، ودين كتار طبعا اشهرهم الفينيلزين والسيليجلين. السيليجلين ده بالذات يعني الادويه دي مناسبه معظمها موجود هنا في السودان، ودي بصوره اساسيه بتكفل لك ماو اي ان ماو بي، الاثنين بتكفلهم لك، اوكي. بالذات الفينيلزين ده نون سيلكتيف، لكن السيليجلين سيلكتيف لماو بي، بيكفل ماو بي بس، اوكي. اختلاف شنو بين ماو اي عن ماو بي؟ جزء منه بيشتغل على الدوبامين وجزء منه بيشتغل على السيروتونين، اوكي. استخدامه الاساسي بيستخدموه في الميجر ديبريشن، لكن يا تو ميجر ديبريشن ما بنستخدمه ساكن، هنحطهم خيار اخير، كويس. ليه؟ لانه طبعا عندهم سايد افكتس كتير، عاين هنا هايبوتنشن، انسومنيا، ممكن يعملوا هايبرتنشن كرايسيس لو اكلناهم مع حاجه فيها تايرامين زي جبنه مثلا، فعندهم سايد افكتس كتيره، فما بنلجا لهم طوالي، بنحطهم خيار في الان ريسبونسيف ديبريشن، يعني الديبريشن اللي ما استجاب للادويه اللي قلناها قبل شويه. في واحد من الادويه اللي فيها جدل كثير جدا في الميكانيزم فاكرين انها كيف تشتغل، هو الليثيوم، لكن يظل واحد من الادويه الفعاله جدا، وكمان بيستخدموا از انتي ديبريسنت ان كومبينيشن ويز ترايسايكليك ان ان ريفراكتوري بيشنت، يعني بيستخدموه توجذر مع الترايسايكليك انتي ديبريسنت زي السيليجيلين، والاثنين ان كومبينيشن بيستخدموه في الريفراكتوري بيشنت، الناس اللي ما استجابوا للادويه. يعني لاحظوا انه ان احنا بنستخدم ال SSRIs اللي هي Selective Serotonin Reuptake Inhibitors، وبنستخدم النوربينفرين Serotonin Reuptake Inhibitors، لكن التريسايكليك انتي ديبريسنت والليثيوم بنخليهم دائما في النهايه للريفراكتوري بيشنتس، اوكي. طبعا في حاجه مهمه جدا انا عايزكم تاخدوها في بالكم، ودي هي تيك هوم مسج، يعني او رساله مهمه، انه احنا لما نستخدم الادويه دي فور اكيوت تريتمنت، يعني نستخدمها لفتره بسيطه جدا وتجي تكفل لي هنا ريسبتر سواء كانت هي ترايسايكليك او اس اس ار ايز او اس ان ار ار ايز، هي ما بتشتغل في وقت قصير، تحتاج لونج تيرم تريتمنت، يعني تحتاج انه استخدمها لفترات طويله جدا حتى يا دوبك كده الثيرابيوتيك ليفل بتاعت السيجنالينج بتاعتها تظهر. يبقى هنا انا دائما بكون حذر انه اتابع البيشنت، انه البيشنت لما يوقف الدواء، وطبعا معظمهم او عدد كبير منهم حيقوم يدي، هو طبعا مقلق سواء كان على طفله او على زول قريبه اداه الدواء ولسه حاسس انه الاعراض ما اختفت، ثاني يوم ما اختفت، ثالث يوم ما اختفت، لا، هو الموضوع ده بيحتاج ويكس اند سام تايمز مانثس، اسابيع وغادي يكون شهور حتى يا دوب الزول يبدا يتحسن. فيبقى الزول لازم يخط الحاجه في باله عشان ما يوقف الدواء ويخسر الزمن بتاع التريتمنت، اوكي. لحد الفيديو الجاي، اشوفكم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله.